أنت طالق تطلق تعيش مطلقة في البيت تعيش ذليلة منكسرة. أنا أعتقد أن الأديان مع المرأة. أسئلة أنا ليش دائما يصير بيناتنا عراق؟ زوجي يتجشى يدرع كثير. أنت محتال نفسيا، هذا ما ممكن أن تعيش معه امرأة، هذا ما ممكن أن تعيش معه قطة في البيت يعيشها. البخل مرض عضال، يعني ما ممكن أنه هي تلبس ملابس البيت ملابس الطبخ إلى تسويه ملابس نوم. اقلب المعادلة تشوف أن المرأة إذا كان زوجها بدرجة من الجمال أيضا راح تخاف عليه من البنات. هذه اللقمة اللي أنت تقتسمها وتخلي في فمها هذه تبقى إلها أثر إلى آخر حياتها.